من فترة للتانية بتطلق مؤسسة حياة كريمة مبادرات مختلفة هدفها دعم المجتمع بكل فئاته وخاصة الشباب، والمرة دي في جامعة بنها مع مبادرة وي سبورت اللي أطلقتها المؤسسة لتقديم الدعم النفسي للطلاب وإرشادهم لكيفية اجتياز فترة الامتحانات بكل سهولة. نستهدف ان احنا نقدم دعم للطلاب، بالاضافة كمان ان احنا بنعرض خطة مؤسسة حياة كريمة للصيف 2024، واللي هدفها الاستثمار في الشباب والاستثمار ايضا في مهارات وقدرات الشباب. بعد كده عندنا نماذج للمحاكاة ونماذج للمعسكرات اللي هيتم فيها تبادل الخبرات اللي موجودة مع الشباب. بنستهدف ان شاء الله ان احنا ننشر اكبر قدر ممكن من الطلاب يكونوا موجودين معانا ومتطوعين مع حياة كريمة. مؤسسة حياة كريمة بتشارك الجامعة في رفع الوعي بالولاء والانتماء للدولة المصرية وفكرة العمل التطوعي والخدمي والأهلي. المبادرة بتشمل توزيع الهدايا العينية وتقديم الدعم النفسي للطلاب خلال فترة الامتحانات، بالإضافة للتعريف بأنشطة المؤسسة الصيفية وكيفية الالتحاق ببرامجها التدريبية المختلفة زي برنامج فاليو. كلنا مرينا بالمرحلة دي قبل كده، ان احنا محتاجين في فترة الامتحانات دعم نفسي، حد يكون قريب مننا، حد يحفزنا. بجد حياة كريمة فرقت معنا في الامتحانات وبجد دعمت نفسيتنا قوي. شكرا لمؤسسة حياة كريمة. مؤسسة جميلة جدا وبتساعد الناس في حاجات كتير، مثلا في اللبس، حد محتاج فلوس، حد محتاج حاجة، فهم بيكونوا موجودين ان هم الحاجات دي حد محتاجها بيوفروها له. نشكر حياة كريمة ومجموعة النهاردة وعرفونا ازاي نتبرع وازاي نساعدهم ونعمل حاجات كتير قوي، واللي هو لو حد محتاج يتطوع معاهم وزعوا علينا هدايا كتير قوي. مبادرات مختلفة بتقدمها مؤسسة حياة كريمة لدعم مختلف الفئات العمرية، سواء في الجامعات الحكومية للشباب أو لأهالينا الأولى بالرعاية في كل مكان، لأن شعار المؤسسة الأول هو من إنسان لإنسان.